خلونا نرحب بضيفتنا أخصائية التغذية منار أبو صباح، صارت موجودة معنا بالاستوديو لحتى نحكي عن الكوليسترول النافع وكمان الضار، وهل يا ترى هم نفس النوع ولا كل شيء نوع ثاني؟ صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير هبة، صباح الخير ألكسندرا. صباح الخير لإلك يا منار. واليوم يعني عم نحكي عن الكوليسترول اللي هي مشكلة يمكن بواجهوها العديد من الأشخاص. يعني أول شيء طبيعة حياتنا، ما فيش حركة، ما فيش مشي، ما فيش يعني الأكل تبعنا، الدسم، مناسف، وكثير من الأمور اللي ممكن إنها ترفع الكوليسترول. إحنا ما عم نحكي هلا عن الأدوية، الأشخاص اللي عم بياخذوا دواء أكيد من خلال الأطباء اللي بيوصفوا لهم إياه، هذا موضوع آخر، ولكن مش غلط كمان إنه يتابعونا حتى يعني يخففوا من ايضا الكوليسترول، سواء من خلال الدواء او من خلال الاغذيه اللي ممكن يتناولوها. والاشخاص اللي الله يحميهم ما بياخذوا دواء بيقدروا كمان انهم يستفيدوا من فقرتنا. هلا اول شيء منار، كيف ايش يعني كوليسترول؟ اكيد بدايه الكوليسترول هي بتكون عباره عن ماده شمعيه موجوده بالدم. اي شخص بيكون بيعاني من الكوليسترول طبعا بيعمل فحوصات طبيه اللي هي بتكون بالفحوصات توتال كوليسترول. التوتال كوليسترول هو مجموع الكوليسترول الكامل بالجسم، هو LDL والHDL. الضار والنافع. نعم، LDL هو الكوليسترول الضار والHDL هو الكوليسترول النافع. أنا دائما بقول يعني إذا الواحد بس عشان يحفظوه الLDL احفظوه من لو، يعني هذا لازم يكون لو اللي هو الضار، والHDL اللي هو الهاي اللي هو النافع لازم يكون هاي عشان يعني ما أرفعه. طبعا أكيد 100%. طيب طبعا من الاسباب انه الاشخاص بيكون ال LDL او عفوا الكوليسترول الضار بجسمه مرتفع اللي هو نمط حياته غير سليم، غير صحي، ايضا التغذيه الغير سليمه، وبرضه الوراثه على فكره بتلعب دور كثير كبير. صح، يعني غير عن الأطعمة برضو النمط الحياة بيكون غير صحي، متعود على الأطعمة الغير صحية، مثلا عدد ساعات نومه مش كفاية، شربه للمي جدا قليل، يعني وبرضو العامل النفسي طبعا بيلعب دور حتى الـ LDL كمان يكون مرتفع. أوكي. منار، كلنا بنعرف أنه زيادة الكوليسترول بتؤدي إلى نوبات أو جلطات دماغية أو حتى قلبية. نعم. شو في أعراض تانية قبل ما نوصل لهاي المرحلة حتى نروح نفحص ونشيك على أجسامنا ونقدر نسيطر عليه؟ طبعا أكيد هلا في الأمراض القلب وأيضا تصلب الشرايين، وأيضا بيكون في الدهون الوسطية اللي إحنا بنسميها الكرش. يس بالضبط، البطن. عادة في أشخاص على فكرة ممكن يكونوا ضعاف وممكن مؤشر كتلة الجسم يعني وزنهم على طولهم بيكون وضعه تمام وبيكونوا بالنورمال ويت، وزنهم طبيعي، ولكن عندهم دهون منطقة الخصر بالضبط منطقة البطن بتكون الدهون فيها عالية. فإذا حسوا بهاي المنطقة إنه كتير عالية ما عم بيستفيدوا مثلا برياضة بأكل، لازم إنهم يفحصوا، ممكن يكون عندهم فعليا الكوليسترول عالي بجسمهم. فهاي أول شغلة. يعني نحكي الوزن كمان هو مؤشر للكوليسترول. أنا بعرف أوقات كمان صعوبة النوم، يعني في ناس بيقولوا إذا الكوليسترول عالي بيكون في عندهم صعوبة بالنوم والتنفس. نعم، لأنه يعني بتكون الدهون جدا عالية اللي هي بتكون حوالين القلب. ليش الأشخاص بصير معهم هلأ هو الـ LDL شو؟ إنه إذا بيرتفع بالدم بيتأكسد، فلما يتأكسد بتراكم على الأوعية الدموية. لما يتراكم على الأوعية الدموية فبصير عندي تصلب بالشرايين وبرضه بسبب جلطات وأمراض بالقلب. طيب منار، ما بنيجي بنحكي عن الكوليسترول النافع، قلنا الكوليسترول هي عبارة عن مادة شمعية. نعم، لازم يكون في عنا منها النافع ويكون الضار نحاول نقلله والنافع نحاول نرفعه. هل فعلا النافع ايضا هو عباره عن ماده شمعيه؟ ايضا يعني يس. هو بس كيف بيكون نافع؟ اوكي تمام. هلا الكوليسترول بشكل عام على فكره قبل ما هلا احنا بالجسم بنحطه LDL عفوا من جزءه LDL وHDL. تمام، هو الكوليسترول بشكل عام منيح لانه اصلا بيدخل بتركيب ايضا فيتامين دي. تمام، لانه فيتامين دي بتم تصنيعه بالجسم ايضا، وبرضه بيدخل بتركيب بعض الخلايا بالجسم فهو مفيد. فهون بصفي انا حسب كيف نمط حياتي، طريقه اكلي، اذا انا بزيد الHDL او
برفع ال LDL. طيب منار، هل هناك في أطعمة ممكن تساعد؟ طبعا أكيد 100%. هلا تساعد على خفض ولا زيادة؟ التنين. تمام، نبلش بالكوليسترول النافع. الكوليسترول النافع، احنا هلا بدنا نحكي عن المواد الغذائية اللي ممكن انه نتناولها اللي ممكن انها تزيد من الكوليسترول النافع اللي احنا فعلا بدنا نزيده ونخليه مرتفع. أكيد. هلا في شغلة بديش أسميها مشكلة، ولكن ال HDL بتأثر أكثر بنمط حياتي من الغذاء. وكثير دراسات أشارت إنه إذا أنا تمرنت بالأسبوع مثلا من 4 إلى 5 مرات بيزيد عندي ارتفاع ال HDL. تمام، مش شرط اذا اشخاص ما بحبوا يروحوا على جيم، ممكن انهم يعملوا شويه تمارين هوائيه. اسلوب حياه. بالنسبه للاطعمه انا احاول اني اركز على الاوميجا اللي هو مثلا مثل السالمون، في عنا كمان المكسرات والجوز، خاصه الجوز كمان كثير دراسات اثبتت واشارت انه بيرفع عندي ال HDL بس انه ما تتجاوز من 6 إلى 12 حبة تقريبا. تمام. واكيد طبعا في عنا بذور الكتان، بذور الشيا، هاي كلياتها لانه بتكون عباره ايضا عن اوميجا اللي هي الدهون الصحيه احنا بنسميها، فهي ايضا بتساعد على رفع ال HDL. الافوكادو طبعا أكيد لأنه هاي كلياتها دهون صحية. زيت بتكون. الزيتون بما أنه متوفر بكل بيت. هلا أكيد زيت الزيتون كمان مفيد، بس أهم إشي نعرف كم من حصة إحنا نأخذها. الكميات جدا مهمة. بس زيت الزيتون ولا كل اللي ذكرتيه؟ لا كلياتهم. زايد أخذ. بالضبط. فأنا شوفي إذا أنا أخذت احتياجاتي من الدهون الصحية فأنا بكون بالسيف سايد. تمام. نروح للكوليسترول. LDL. تمام. من بصير بس قبل ما نروح للLDL يعني في سؤال قال أنا شخصيا بسأله لحالي ما بعرف ليش ما بحثت عليه، وفي كتير من الصبايا كمان بسمعهم. هلا احنا بنسمع بحمية الكيتو، ما رح احكي عنها ولا رح احكي قد تأثيرها على الكوليسترول، ولكن رح احكي لانه حمية الكيتو فيها زيت جوز الهند وفيها زيت السمسم وفيها هذا يعتبر نافع ولا ضار؟ تمام. هلا هو سؤال حلو على فكرة. هو يعتبر نافع ولكن مش لمدة طويلة، فترة معينة. فانا لازم انا اذا بدي ادخل بالكيتو تمام، هو اصلا بيعتمد بالضبط مستحيل يعني احنا دائما انا ما اضلني على حميه غذائيه واحده، لازم اني انا انوع عشان جسمي ما يوصل لمرحله الثبات بالوزن. تمام. بس منار، زيت جوز الهند وزيت السمسم هو زي زيت الزيتون؟ لا، هذا اللي انا لا لا مش زي زيت الزيتون. كل هلا سعرات الحراريه بزيت الزيتون تختلف عن سعرات الحراريه بزيت جوز الهند وزيت السمسم، ولكن هي بدائل على الكوليسترول النافع والضار. مش جوز الهند، زيت الزيتون انفع من جوز الهند والسمسم. تمام. ولكن هم بشكل عام مفيدين. تمام. للحميه لانه بتعتمد على الدهون. صح. الكيتو لفتره أكثر. معينه لفتره معينه فقط. تمام. نروح للأطعمة للLDL اللي هو الكوليسترول الضار اللي بترفعه، الكوليسترول الضار اللي لازم نبتعد عنها. تمام. لازم نبتعد عنها. هل هي الأطعمة المقلية اللي بتحتوي على كمان الأطعمة اللي بتحتوي على الدهون المشبعة، أيضا الأطعمة اللي بتكون مصنعة اللي هي مثل التركي، المرتديلا، هاي نحاول كمان نبتعد عنها لأنه فيها كمان أيضا مواد حافظة، وكمان أكيد نبتعد عن المشروبات الغازية، السكريات، الحلويات اللي بتحتوي على كمية دهون كمان عالية مثل الكنافة مثلا. تمام. الزبدة إيش تعتبر؟ الزبدة حسب، شوفي الزبدة هي تعتبر دهون أوكي صحية، ولكن حسب الزبدة، في عنا زبدة نباتية بتكون وفي عنا الزبدة اللي بتكون حيوانية حسب استهلاكي لإلها. ولكن أنا دائما بفضل أنه نبتعد عن الزبدة، السمنة، والدهون اللي بتكون فيها دهون مشبعة. عندي سؤال اللية، يعني احنا كلنا نعرف انه احنا بنحب المشاوي يعني حقيقه هذا من يعني بيئتنا بنحب المشاوي، اوقات كثير بقول لك خليني اعمل لي سيخ او سخين يعني اللية. هل هاي اللية تعتبر كوليسترول نافع ولا ضار؟ لا، ترفع الكوليسترول الضار. أوكي. بدي أدير بالي. يس. أوكي. لازم. هلأ شوفي كمان عادة من الأطعمة، مش بقولك إذا شخص عنده كوليسترول يقلل من اللحوم. اللي إحنا بنحكي عن اللحوم اللي بتكون كمان فيها دهون. صح. نروح للحوم، لحمة العجل. إحنا نسميها. بس أهم إشي إذا بدي أتناولها وشخص عنده كوليسترول تكون حوالي 100 جرام، يعني تقريبا أقل من كفة إيدي. هاي كافية وتكون مرة بالأسبوع فقط. تمام. وكمان
إذا بدي الدجاج كمان بقدر أكله مرتين والسمك كمان مرتين بس اللحمة إنه أحاول أخذها بس مرة واحدة بالأسبوع. هاي للأشخاص طبعا اللي عندهم كوليسترول عالي. طيب أوكي. منار الكوليسترول العالي ممكن يصيب أطفالنا؟ هلا شوفي قليل جدا ولكن ممكن في احتماليه تمام اللي حسب عندهم طبيعه وزن زائد بالضبط مثلاً. انا ايش حكيت بالاول انه الوزن مؤشر انه الشخص يكون في عنده الكوليسترول عالي هو السيدات اكثر ام الرجال اكثر شوفي هو السيدات دائما مصابين اكثر بالكوليسترول وايضا شوفي هو الرجال والسيدات مع بعض عادي ولكن هاي بترجع حسب طبيعه الاكل تمام اوكي يعني هلا نصيحه منك هلا في اشخاص عندهم الكوليسترول الضار عالي ولكن بيقدروا يشتغلوا على الكوليسترول النافع طبعاً. يعني اذا رفعوا الكوليسترول النافع ممكن انهم يوازنوا ما بين وما يضطروا ياخذوا أدوية نعم صحيح طيب حكيتي شغلة مهمة في نسب معينة للكوليسترول هلا التوتال كوليسترول الكوليسترول الكامل بالجسم لازم يكون أقل من 200 بالنسبة للكوليسترول الضار لازم يكون ما بين 100 و120 وإذا كان 120 فهذا الشخص معرض جدا إنه يكون في عنده كوليسترول بالنسبة للكوليسترول النافع أو الجيد بيكون ما بين 55 ل60 فما فوق كل ما زاد كل ما كان أحسن أكيد طبعا إذن النسبة هي اللي بتحدد إنه الشخص لازم يأخذ دواء أو لا أيوة طبعا هاي طبعا بتكون على البور يعني مثلا 120 نفس ما حكيت 100 ل120 هو بيكون على البوردر لاين وأدي النسبة بتكون لما الشخص محتاج بس يعمل حمية غذائية يمارس الرياضة ما بينهم ما بينهم. بينهم ما بينهم يعني 120 على فكرة بقدر انه يمارس رياضة فيها بس بينما وينزل لما وزنه. وينزل وزنه وياكل أغذية صحية بينما اذا كان مثلا 150 لا هي بحاجة انه يزور طبيب مختص وممكن يوصف له طب منار في سؤال هلا من نقرأ اشكال والوان يعني أكيد. على الانترنت وعلى السوشيال ميديا واوقات كثير في اشياء مفيدة احنا ما بنحكي انها مش مفيدة زي خلي التفاح يعني ولكن في كثير بيقولوا انه خلي التفاح ممكن انه يساهم ويساعد طبعا احنا خلينا نركز مش معناته انه ناكل زي ما بدنا ونشرب خلي التفاح انا عم بسال سؤال انه فعلا اذا اكلنا اكل صحي وهيك هل ممكن فعلا خلي التفاح يساهم ويساعد بتقليل الكوليسترول شوفي هاي ممكن نسميها زي نوع من الخرافات التغذوية طول ما أنت عم بتمشي بحمية غذائية مناسبة لجسمك عم نمط حياتك بيكون صحي شربك للمي تمام فهذا الإشي كافي أنك أنت ترفعي الكوليسترول النافع بجسمك وتقللي من الكوليسترول الضار بينما هاي خل التفاح الشاي الأخضر في كتير خرافات فهاي يعني هي بس بنحكي بتعمل على تعزيز معدل الحرق فبالتالي الشخص بصير يحرق أكثر هي ولكن مش إنه أنا بتقلل من الكوليسترول هاي لا أنت خلص نمط حياتك صحي الأغذية اللي بتتناوليها صحية شربك للمي تمام نومك تمام النفسية تكون تمام بالزبط. هيك بتكون أمورك تمام 100% إن شاء الله تكون أمورنا تمام بكل شيء إن شاء الله يربي على الجميع شكرا لك أخصائية التغذية منار أبو صبيح نورتينا وشكرا يعطيك ألف عافية الله يعافيك